مرحبا. الثقة ايش شيء حلو، الثقة ايش شيء بداعة، ايش شيء يريح الأعصاب ويريح القلب. هنا البنية ايش كاتبة؟ كاتبة أخيرا بشار نصح بخلطة وراح أشتريها، يعني لأنه نصحت بيها وقلت زينة عن تجربة العالم، هي راح تشتريها وهي مأمنة. ليش؟ لأنه ثاقة. ليش؟ لأنه ذابة كل الثقة عليك. هنا أكو اختلاف ببعض الأشياء، يعني هسه الطبون على التعليق اللي هو على الفيديو مال الخلطة، يعني فد 30-40 واحد كاتبين تجنن وراح نشتري الثانية، شفنا بيها فرق عن باقي الخلطات تجنن. أكو بعض البنات كاتبين دمرت وجهنا، سوت عندنا حبوب أذتنا. هنا أكو اختلاف، هنا كل من يحكي عن طبيعة بشرته، هنا يحكي كل من يحكي عن تجربته. هاي الأشياء تصير بالكريمات، تصير بالشامبوات، تصير بالدهن مال الشعر، تصير بالمكياج، تصير بكل شيء. يعني مثلا هاي الخلطة تاخذوها انتم اثنين خواتي بنفس البيت، تاخذوها من نفس المكان من نفس الباكيت وتطلعوها تستعملوها نفس الاستعمال، واثنيناتكم نفس نوع البشرة. من الممكن وحدة يشتغل عليها شغل يخبل خلال اسبوع، ومن الممكن الثانية تتأذى. مو معناتها الخلطة مو زينة او معناتها انت ما عرفتي بشرتك، ما يعني ما تأقلمت وياها، يعني ما استجابت لها العلاج هذا، يعني هذا الشيء كلش طبيعي. تصير بالشامبوات عندنا اثنين بنات ياخذون نفس الشامبو، وحدة تقول عاشتيدك يجنن، وحدة تقول دمر شعري، يعني هاي الامور كلش واردة. توضيح هو هذا كل الملخص، توضيح عن الفيديو. من الطبون على فيديو منشور بحاجة، انا ناشرة غيري، من تلقون فد كمية كاتبين يجنن وكمية كاتبين مو زين، لا تاخذوا، انصحكم لا تاخذوا. كل من حكى عن تجربته، فانت ما تعرف تاخذه لو ما تاخذه، لازم تاخذ وتجرب، لان ماكو شيء اسمه ضمان صبغ تروح تشتري تصبغ بيه الحائط ابيض يعطيك ابيض، احمر يعطيك احمر، يعني هو مو صبغ وروح اصبغ بيه وضمان راح يعطيك الشيء اللي تريده، لا لازم تجرب. احتمال نتائج ايجابيه، احتمال نتائج سلبيه. انت مجمعتهم فلس فلس، واحتمال يرحن، ممكن احتمال يرحن، واحتمال لا ما يرحن وتستفادين من عندهم هم ممكن. لازم تجربين.